الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. كيف نتصل بالمركبات الفضائية؟ منذ أن بدأت أنظار البشرية تتجه نحو غزو الفضاء، سواء بإرسال رحلات مأهولة أو مركبات فضائية أو أقمار اصطناعية، كان التواصل بين الأرض وهذه الرحلات من أهم التحديات التي واجهت البشر. سنعرض في هذا المقال مبادئ الاتصال بالمركبات الفضائية وكيفية تبادل المعطيات معها. يتم تبادل المعطيات مع المركبات الفضائية عبر موجات الراديو، تماماً كما تقوم باستقبال برنامجك الإذاعي المفضل على الراديو في سيارتك. كل مركبة فضائية تحوي مرسلاً ومستقبلاً لموجات الراديو، تسمح باستقبال المعلومات والأوامر التي تتحكم بالمركبة الفضائية من المحطات الأرضية الخاصة بناسا، والتي تحوي أجهزة إرسال واستقبال. ما هو DSN أو ناسا Deep Space Network؟ هو شبكة عملاقة من الهوائيات المرسلة والمستقبلة التي تسمح للناس على الأرض بالتواصل مع الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية، كما تشكل نظام رصد لاستكشاف الكون والنظام الشمسي. تتألف شبكة DSN من 3 محطات اتصالات تتوزع حول العالم، كل منها في ثلث من أثلاث الكرة الأرضية. الأول في كاليفورنيا في صحراء موهافي تحديداً، والثاني في مدريد في إسبانيا، والثالث في أستراليا بالقرب من كانبيرا، وتتوضع بحيث تكون الزاوية فيما بينها 120 درجة. هذا التموضع يسمح لها بتحديد ومتابعة المركبة الفضائية، جاعلاً منها أكبر وأدق نظام اتصالات في العالم. توزع محطات الاتصالات بحيث تفصل بين كل منها 120 درجة بالنسبة لمركز الأرض يسمح بوجود محطة دوماً قادرة على إرسال واستقبال الإشارات إلى أي نقطة كانت في الفضاء، على الرغم من حركة الأرض الدورانية. تسمح شبكة اتصالات DSN الخاصة بناسا بما يلي: أولاً، استقبال البيانات من المحطات الفضائية. ثانياً، تعقب مواقع المحطات الفضائية. ثالثاً، جمع المعلومات العلمية. ورابعاً، الاعتماد على متغيرات الإشارة الراديوية كتأثير دوبلر للقيام ببعض القياسات. كم تستغرق الإشارة حتى تصل إلى المركبات الفضائية؟ تتوقف إجابة هذا السؤال على بعد المركبة عن الأرض، وبمعرفة سرعة انتقال الإشارة وبعد المركبة عن الأرض نستطيع تحديد الوقت اللازم للإشارة. الإشارة الراديوية تسافر بسرعة الضوء، وهي تقريباً 300,000 كيلومتر في الثانية، وهي سرعة كبيرة بالطبع. لكن إذا سافرنا إلى مسافات أبعد من القمر، إلى المريخ على سبيل المثال، فسنبدأ في مواجهة بعض المشاكل. فالمريخ يبعد عن الأرض مسافة 225 مليون كيلومتر، وهو ما يعادل 12.5 دقيقة بسرعة الضوء. ونتيجة لذلك ستكون المحادثة بين من هم على المريخ ومن هم على الأرض مضطربة بسبب ذلك التأخير، وتزداد المشكلة صعوبة كلما ابتعدنا أكثر عن الأرض نحو طبقات الفضاء البعيدة. هل يمكن أن ينقطع الاتصال مع المركبات الفضائية أو يتعرض للتشويش؟ بعد إطلاق المركبة الفضائية لا يمكن للمهندسين تعديل أي شيء أو إصلاح أي شيء يتحطم، إنما في بعض الأحيان حين يتعرض نظام الاتصال لمشكلة ما، قد يمكنهم الالتفاف حولها وإيجاد طريقة أخرى لتبادل المعطيات مع المركبة. يمكن أن يتعرض الاتصال للعديد من المشاكل، فقد تصيب أجهزة الاتصال في المركبة مشكلة ما غير متوقعة نتيجة عطل أو اصطدام نيازك صغيرة أو تعرض الإشارة لنوع من التشويش بسبب مصدر للطاقة أو أحد مصادر التشويش، ويزيد احتمال حدوث ذلك كلما ابتعدت المركبة عن الأرض. آلية التواصل مع الأرض. تمتلك المركبة الفضائية نوعين من الهوائيات. الأول هوائي منخفض الربح، أي لا تقل كفاءة استقباله وإرساله للإشارة بتغير اتجاهه، ولا تقتصر قدرته على الإرسال والاستقبال في اتجاهات معينة، والذي يقوم بإرسال إشارات بسيطة إلى الأرض،
حيث يمكن لمستقبلات صغيرة استقبالها. يقوم هذا الهوائي منخفض الربح بإذاعة إشارات بشكل مستمر تحمل إحدى المعاني التالية وفقاً للرمز الذي تقوم المركبة ببثه: كل شيء على ما يرام، أمر لتتبع المركبة، تتبع المركبة قبل وقت معين، إنذار بوقوع مشكلة كبيرة. بينما يتم إرسال البيانات الأعقد والأكثر أهمية عبر الهوائي الثاني عالي الربح، مما يساعد على إرسال إشارة ذات نوعية أفضل، حيث تكون المحطة الأرضية متأكدة بأن هناك رسائل محددة ستصل إلى الأرض في وقت محدد، وغالباً ما تكون البيانات علمية ومهمة، لذلك ترسل من خلال هذا الهوائي. ما هي الإشارة الكهرومغناطيسية؟ الطيف الكهرومغناطيسي، الأشعة الكهرومغناطيسية، أو الأمواج الكهرومغناطيسية، كلها تحمل نفس المعنى الفيزيائي. وحين التحدث عن جزء خاص من هذا الطيف الكهرومغناطيسي مثل الضوء المرئي والمايكروويف وأشعة إكس وأشعة جاما وموجات التلفزيون والراديو، فجميعها عبارة عن أشعة تعرف باسم الأشعة الكهرومغناطيسية Electromagnetic Radiation، ولها جميعاً نفس الخصائص، ولكنها تختلف في الطول الموجي Wavelength أو التردد Frequency. لكل موجة طول معين، والطول الموجي يعني المسافة بين نقطتين متماثلتين في موجتين متتاليتين، حيث نستطيع حساب طول موجة معينة بأخذ المسافة بين قاعي موجتين متتابعتين، قمتي موجتين متتابعتين، بدايتي موجتين متتابعتين، نهايتي موجتين متتابعتين، أو بين أي نقطتين متشابهتين تقعان على موجتين متتابعتين. وفي جميع الأحوال والقياسات السابقة ستكون النتيجة واحدة وتكون المسافة متماثلة، وهذه المسافة هي ما يطلق عليها بالطول الموجي. كثير من ظواهر الكون حولنا عبارة عن أمواج، منها ما هو مرئي ومنها ما هو غير مرئي، ومنها ما هو مسموع ومنها ما هو غير مسموع. فالصوت عبارة عن أمواج، والضوء ذو طبيعة مزدوجة مادية موجية. يقاس طول الموجات بوحدات قياس المسافة، والمتر هو وحدة قياس المسافة. فيمكن مثلاً قياس طول موجة تتكون في بحر أو محيط بوحدة المتر، ولكن هناك موجات قصيرة الموجة لا نستطيع قياسها بالمتر، وإنما نقيسها بالميليمتر. أما الأمواج فائقة الصغر في طول موجاتها مثل أمواج الطيف الكهرومغناطيسي، فيتم قياس طول الموجة بالنانومتر. هناك علاقة عكسية بين طول الموجة والتردد، فعند تساوي سرعتي موجتين مثلاً، فكلما زاد طول الموجة قل التردد، وكلما قصر طول الموجة زاد التردد. كيف يتم حمل البيانات على أمواج الراديو؟ يوجد طريقتان لذلك، إما باستخدام التعديل الترددي FM Frequency Modulation، أو التعديل المطالي AM Amplitude Modulation. يعتمد التعديل المطالي على تغيير مطال الإشارة لتحميل البيانات عليها كما في الشكل التالي: يوجد مطالات معينة تشير إلى واحد ومطالات أخرى تشير إلى صفر، بينما يكون تحميل البيانات في التعديل الترددي عن طريق تغيير التردد في نطاق صغير أعلى أو أسفل التردد الأساسي، حيث يشير التردد العالي إلى قيمة والتردد المنخفض إلى قيمة أخرى. تسعى الدراسات الحالية إلى محاولة تطوير عمليات الاتصال الفضائية للحصول على سرعة أعلى وعرض حزمة أفضل، مما يساهم في التقليل من المشاكل التي يسببها البطء في السرعات الحالية.